السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدأ نتكلم أوفر. هذا الحساب الأول 153 عملة، برغم أني خدمت فيه جميع الخطوات. وهذا الحساب الثاني 154 عملة، خدمت الحسابات مع بعض، ولكن نشوف باللي التوزيع عشوائي فقط بالمقارنة ما الحسابين توعي في زوز. يعني إذا كان عندك إحالات راح تدي عملات أكثر، ما عندكش إحالات يعوضوهم لك هنا كما نشوفو. يعني التقسيم ليس على العمل، تقسيم مدروس، بالمعنى كل شخص عنده كمية محددة يديها مهما كان العمل اللي خدمه. يعني مهما كان الحساب تاعه قوي وعمل جميع الخطوات وعمل التسنات، راح تكون نفس الكمية اللي راح يديها. يعني بالتقريب يعني ما بين 150 100 200، هذا هو التوزيع. بالنسبة للسعر مازال موش واضح، في المستقبل تبان إما جونفي أو ديسمبر اللي تبدأ تخدم فيه الشبكة الرئيسية، ونشوفوا سعر العملة هذه. الآن ليفر، كنا أرسلنا العملات، الآن وضعنا هذا المنشور، قالوا لك العملات تاعك راح تستفاد منهم على 5 دفعات. يعني كل مرة تدي دفعة، روحوا للتطبيق ليبر باي. هذه هي ليبر جولد اللي كانت عندنا في الأول. الآن راح تضغط هنا. كنا شرحنا في الفيديو السابق كيف تحط البلوكشين تاع العملة الجديدة. لما تدخل هنا تلقى الرصيد وصل، يعني الكمية هذه راح تضربها في 5 تلقى العدد الإجمالي تاعك. بالنسبة للتوزيع موش واضح، الدفعات وقت تديهم، أنا نظن أنه ما عندهمش سيولة، لذلك بيغطيوا العملات لما تدخل للتداول، لذلك قاموا بتقسيم العملات حتى في المستقبل تكون عندهم سيولة ويمدوا العملات للناس كامل. على العموم ادخل ليبر باي تاعك، شوف عملاتك وصلوا ولا لا، وانتظر الدفعات الأخرى وننتظروا الإدراج. وفي الأخير نقولكم بالتوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.